السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يرضى عليكم. اليوم بدنا نعمل أكلة كتير 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 سهلة. هذا لبن انعاج، بتحطي عليه معلقة نشا، يعني حوالي نص كيلو من اللبن، شايفة، ومعلقة صغيرة ملح، وبتسنيه على النار، اتركيه على جنب. هلأ بنجيب الكفتة، كفتة ناعمة، لحمة مطحونة يعني ناعمة، بنبشر عليها بدون بصل وبقدونس الكفتة، بنبشر عليها بصلين ومنحط عليها ملح وفلفل وبهار، بس ملح وفلفل أسود، ومنحركها ونعملها دوائر، وبعدين منقلبها، منقليها شوي صغيرة بشوية سمنة، وبعدين منديرها على اللبن ومنقدح بالسمنة. بس شايفة ما أحلاها، ما أحلاها، سهلة جدا وخفيفة والكل بيحبها. فضيفي معها رز مفلفل، بدك بشعرية، رز عادي بصير. هلا بدنا ان شاء الله نكور اللحمه. هلا بعد ما بشرت البصل على اللحمه بدي اضيف عليها معلقه من الملح، هدول نص كيلو من اللحمه، وشويه ملح فلفل اسود، يعني معلقه ونص من الملح، شايفه، وبعدين بحركها وبكورها. هلا بدي احط معلقه من السمنه عشان اقلي دوائر اللحمه. اوكي، هلا بدي اسقط حبات الكفته وأقلبهم هيك شوي، بعدين نقليهم على الزين، الزيت كلها ياتهم، نكون غلينا اللبن ونديره عليهم. شوفي هلا كيف حمرناهم للحمات، هم نزوا مي، انحطت معلقة سمنة وهم نزوا المي تاعتهم، مو مشكلة، نقدر بيعطوا طعم زاكي. إذا بتحبي تشيليها هاي الصوص إنها، بس هي بيعطي يعني نكهة زاكية مع اللبن. هلا راح أدير اللبن، شايفة استوت الكفتة، أدير اللبن عليها وخليها هيك تغلي لها هيك 10 دقايق، ممكن تقدحي لها إذا بدك معلقة سمنة، كتير زاكي مع الرز اللي مع الشعرية رح نعمل هلا، أو رز عادي. هلا خلاص بنحط معلقة من السمنة البلدي هيك على الوجه، شايف ما أحلاها، شوفي هاللون، شوفي هاللحمة، تجنن والله، زي المنسف شكلها. عليكم بالعافية يا رب. هلا هي خلصنا الكفتة باللبن، شوفي ما أحلاها، صحب عملناها مع رز بالشعرية. في ناس بيحطوا عليها كمان إذا بتحبي، شوفي ما أحلاها، بتجنن عن جد، شكلها حلو. في برشوا عليها نعناع، نعناع بودرة، نعناع ناشف هيك إذا بتحبي. صحتين وعافية، وعليكم بالعافية يا رب.